لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم شوق في الشوط الرئيسي للبكار والتهاني لمالك مدير حمدان بن مرزوق العسكري على تحقيق أيضا توقيتات زمنية مميزة. أيها الأعزاء ينطلق ثاني أشواط البكار وجائزة هذا الشوط جائزة عينية قيمة رصدت للفائزة بالمركز الأول سيارة نيسان بترول ستيشن بالانتظار ومقدمة الشوط. ومن تحتل المركز الأول هنا الهدى لعبد الله بن صالح بالعرج المري وتريها على المركز الثاني المتحدة لسالم بن بريك بمحمد المري دور المركز الثالث. ومن تتقدم شعار الدين أراه من الجانب الآخر والتسلل عليه من اللي وسط الميدان شعار من جهويل أيضا على المركز الرابع المركز الخامس الوصول والقدوم من مزون علي بن زيد من علي الشراب. هذه النتيجة أيها الأعزاء ونعود إلى مقدمة الشوط جبارة على المركز الأول حمد بن محمد بن سالم بن جهويل النقلة إلى المركز الثاني تتسلل المتحدة لسالم بن بريك بن محمد المري وتليها على المركز الثالث من تتسلل من الجانب الآخر هنا مزون علي بن زيد بن علي الشراب والرابع من تتقدم إلى المركز الرابع في هذه اللحظات الوصول والتحرك من العنود لهديب بن سعيد بن علي الدهن وعلى المركز الخامس أيضا تسلل ودخول يا سلام يا سلام هنا الجزيرة سعيد بن راشد بن سعد النابت المري وعلى المركز الخامس الدخول أيضا من قبل مناعة لحمد بن جار الله بن حسين البريدي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم نعود إلى مقدمة الشوط وإلى جبارة من تسيطر والعصا قوس مع حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري يقدم لنا جبارة في هذا الشوط القوي في هذا الشوط الحماسي وفي حضور وبحضور هذه الشعارات التي حضرت من كل حدب وصوب لاختطاف المراكز الأولى الألف ومئتين متر الأخيرة. وما زالت جبارة سيدة الموقف تسيطر على هذا الشوط القوي والنخبوي. المركز الثاني التقدم والتحرك على صعيد من الجزيرة الجزيرة سعيد بن راشد بن سعد النابت وأيضا طموح عبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس طموحها لا منتهى له من تتسلل على المركز الثاني. المركز الرابع وصول وتقدم من مزون الخير تنهمر على عزبة الشراب في هذا المساء علي بن زيد بن علي الشراب يا بوي وصلت الشايبة في ريعان الشباب تصل الشايبة لتخترق حاجز الصوت وتخترق المراكز تنهب المراكز مركزا تلو آخر الشايبة وطموح الشايبة لصالح بن حمد بن سالم النابت المري وعبد العزيز بن كردي منخس يقدم لنا طموح أيضا وصول وتقدم وتحرك من الجزيرة سعد بن راشد بن سعد النابت وأيضا وصول واقتحام من زهرة لسعيد بن محمد بن سالم آل وهيبي يا سلام أبناء السلطنة يعودون أيضا في هذا الشوط وشعار البطيل يتدخل مع الزود الزود عندها الزود الزود مع الزود الزود متابعينا الأعزاء تقلب التوقعات وتنتزع المركز الأول وتطير بناموس الشوط وسيارة هذا الشوط يا سلام هذه هي الزود علي بن عبد الله بن محمد البطيل تحقق المركز الأول وسلام يا عجائب سلام يا الزود سلام هذه الزود تحقق المركز الأول عادت زهرة مرة أخرى عادت زهرة يا بوي الخوف من زهرة يا راعي الزود الزود وزهرة زهرة والزود ولكن الزود أو الزود إذن الزود هي من حققت المركز الأول تهانينا والناموس لمالك الزود علي بن عبد الله البطين. المركز الثاني زهرة سعيد بن محمد بن سالم الوهيب. المركز الثالث
المركز الثالث كان الوصول من طموح عبد العزيز من كردي بن طالب النخس. المركز الرابع حشمة سالم بن حمد بن جار الله بن جهويل. المركز الخامس غزلان مبارك بن تعيلب الحاج بن غانم المزروعي. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى. شوط قوي لم تنتهي الإثارة حتى خط النهاية. إذن زهرة والزود في منافسة حامية الوطيس في هذا الشوط. ثاني أشواط البكار قدمت هذه المنافسة حامية الوطيس بالفعل. الزود هي من حسمت الموقف. 4 دقائق 24 ثانية و6 أجزاء من الثانية.